زوار نخدم متابعين نخي عزيزين المناسبة الاقتراب من شهر رمضان المبارك انفون عربي بن طيب نسق سيودان مرات في شاني جني رمضان سوزير مين كي تسرات يلا وتاكيدي انا خزعمين غيني نودان يوسف تبدي تخي سي رمضان سوزير في ديت رمضان مين كي تسرات كيت من دش غير غير بودا غادي يريه ريش توي مامش بدا سير عروخ سي زغيش اي بودا عاود دابو هاري عمرك ترى كرنسا ديك خزعه زوخ ازول ثم تبراي ازول خويا محمد تشك مليح اسيدي مزيان دي ساعته ثم تبراي من عرق غنخشو سكسي مالات بدي تخو نادم توفي دي رمضان من انا رد الفعل مين كي صارك وصراحة خويا قعد رمضان سقسي قمشانس واش من داش غيني خروفا باش مالني غاش ريدا مني باش هاد السيورة نيري واقعيين شوي بوضع غاس تبدل إتت رمضان ذي سكوا بوضع ذي سجوع بوضع إتت نيشان صورخ بنادم يعني تاك مرة يا رجل ذي سكوا نسوي نامي رمضان يعني يقعش كحرية رمضان ولا باش افهم ما يقرنش قاع غاش يعني جميع الحالات ممكن اشتبادع لأن شو السنخ ما إتت رمضان نيشان ما يحرش ما يسز الجوع ولكن في جميع الحالات عادي بالنسبة لي وسقع خوالو سيني غاش يعاون ربي في اخر المطاف ولا قد بناني ما قنا عربنا ما راه كفيتي تحت غير حبس اصلا شنو ما راه حتى ما راه نعقب شويه غا غا الشرع هو ودير بوش نص الشرع يقعرش بناه من الشرع مثلا تحت تكتني غا سعديني غا سقي شي حاجه بالبت والمطلق ودير بوش النص الشرعي هذا القران هذه السنه بدخ بناه من رمضان تحت تكتني غا سعديني غا سقي شي حاجه ونا عربنا ما راه كفيت قطع غير حبس الشهر رمضان نخي ويشين نخي الميجا السلام عليكم السلام عليكم مصطفى ما التكنيك عبد الصمد عشاني بسم الله انا عارف غنخرج السؤال كناش مرات في الدرس بنادم في رمضان مين كيساتك يعني مش غير رد في عليك بنادم ما يتر رمضان ما ذا مسر ما ذا ضارومي بنادم اللي شعلك في رمضان يعني ما تسنتني يعني السنة اللي تتوا مرة تسنت يبو ذا كيسيورا ذا شي عاود الأسباب من بعد التنصح هذا مره غاشر النصائح مره ذو في تتعرندنا مني ومتعمدة واش قوة السين ذو واش يسين أتيني لا حول ولا قوة إلا بالله تويا على الشرنش تبدي تخبنا دمت في رمضان مين على رد الفعل مش مين كيس غاديك رد الفعل انو شو هو اصنصح اصنصح من سنخ دي الدين من يقار الدين من سنخناش سنة الكمال على الله والبقية لا انت انت غي حسبني خنز الا وقفت على شي حد لقيت كياك رمضان شنو دير معاه السلام عليكم خويا شي واحد اللي غادي ياكل رمضان هذا ما يعني ما يتحملش حتى العقل رب العالمين يعني شرع علينا حنايا الصوم ديال رمضان وغادي يجي واحد غادي ياكل رمضان بالنسبه للمجتمع واللي يعني ما يتقبلاش العقل ديال بنادم المنطق ديال ما يتقبلاش يعني غادي شي واحد ياكل رمضان ما جاياش ما عندك ما دير له اش غادي دير له ما تقدرش دير شي حاجه بغيت بدي تخشاني جندي رمضان توفيدي مين كي صغيرك كي صغير اي صغزا خو موسيني خيام سم دعا ستي ساوة شو هاد مانا يني هو اغزا خو ما اغزا خشان سجعت طم قرنت غاس قرعا مانا يجوك الشوط اجا دي شيخ جا دي اخو جتشي بقى بسيف قيت ترمضان غتواري دوينة تبنى ميت ترمضان إلا يرومين وهيك ترمضان غير خصتنا يرمون كاع نجم نزر يرمون كاع خصت يرمون كاع شي يجي ترمضان شي حاجة المهم ما معنا حتى اللي كيف فهمني لنا القانون تبدي تخي جدي في ترمضان مين كيصايك؟ حسين الله يعفو عليك نصايني ذي الحالة يا نش مرة زرق شي جنيتت ذي عرندا زما خذ راح خذ ناس حق أمش زما خ يبو ذات الشخوة وكسي وخلا لأنه أصلا شين دي قاخ ديجن دولة إسلامية مانية السلطات يخصي يدخلن شين يبو ذات شيش تسنة يمكن تراح ذات تنصح أكيس تسي ورد ولكن شيش مروة تسين شاو غاك بور حق أصلا تسي وتنيذ الحورية انت يغانيني وزما تدخلش كل حياه الناس واتسين اصلا واتسين مين غاس يبو ذاتي ريراش ناخذين شي حاجه دونك ديال الحاله هي تسقاض تما عاد وقت شوفي خشين جيت تما رمضان ايوا تيري يمكن سيدني وني تيري يمكن ضعيف ذا الصحنز يمكن غاش جنو نقطه ناقصه مرا ضعيف ذا الصحنز مباشره نوفاليو قد يربع عاد نيو نعاود مره اي تتمو عمي نعاود اني غاس العقوبه نس خصو هذا الشهاده فين شي الجن دي الصحان نورمال واش هذا فين رمضان واش خزان دي سيودان تما شي حاجه شي نظره واضحه خصها يودان
ايوا انا كيسيوران خصني شي حاجه الصباح باش سين ما ميت دار ندوني ما ميت كاد في وما سقسن خشن حاجه ان باش الجنه مني خزع ندير مون كايم نقلا ومين ومين شغين يخي ترمضان ترمضان يخفنس مين صغير يخنشي بودا سين يخ الله يتقبل مالين صغير يخ ومريت تو معليش من مدير بعين وذن على حسب التدخين وايت من ماذا كيف خبر نسيت عصب مش مريف في الدنيا يعني من تو نذر رمضان سيد عبد العالمين تيغي حاسب وتشبون تبدي غشاك نشتو في ذي رمضان من كيزغيك اه جعر اخذ نصحا خزي خش ندي مسرمان الفار اذا ما تزم عرندن مرة تزم دلملاحي صحة الناش وطاس نحواج زيارة زيارة دلملي